الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. هي سنة 24 تبقى 24 إيراد فرح ليكم. ادوني نصيب إن أنا أتكلم عن وعظة افرحوا. بس أنا شايف وشوشكم مش فرحانة قوي. أتمنى بعد الوعظة تبقوا فرحانين. خلاص؟ كتاب المقدس حط لنا تحدي رهيب بلسان معلمنا بولس، وصية كأنها أمر. يقول الكتاب بلسان معلمنا بولس في رسالة فيليبي: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرح. افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرح. تعلمون الملابسات بتاعة الآية دي؟ الرسول بولس اتسجن وكتب 4 رسائل في السجن، من ضمنها رسالة فيليبي. وربنا شرفني ان انا ازور السجن اللي اتسجن فيه الرسول بولس، وقد ايه هو مكان ضيق ويدوبك فيه طاقه موجود في روما السجن ده. لكن كل الدوشه اللي بيننا وبين الناس مرات ما اقول لهم افرحوا يقول نفرح على ايه؟ ايه اللي يجيب فرح؟ ما انت شايف الدولار والسولار وكل ما هو ار، والدنيا بايظه يعني. فالرسول بولس ادانا تحدي، بقول تحدي، انه كان في سجن وفي ذات الوقت بيقول للناس لكنيسه فيليبي بيقول لهم من فضلك افرح. قبل ما اتكلم عن الفرح اتكلم عن معطلات الفرح. يعني ايه اللي بيخليني انا مش فرحان؟ لو انا قابلتك واقول لك انت مش فرحان ليه، هتقول لي ربما 3 اسباب. انا اقول لك اسباب المعطلات وربنا يشيلها من قدامك عشان تمشي في سكة الفرح. أول حاجة ما يسمى الهم والظروف. والشيطان يرمي علينا الهم. طب أنت كويسة، أنت كويس، لكنك شوية أفكار وشوية تربيطات فكرية سببت لك أنك كنت فرحان بقيت زعلان. الهم، وما أكثر الهم. والكتاب المقدس لما بيقول لنا أن هموم العالم بتخنق الشخص، بتخنق الكلمة، الهم يخنق، يقول كده يحني الرجل، خليك مش قادر. وأي حد مننا جرب أن يبقى مهموم، كلنا احنا بني آدمين لحم ودم، مرات الهم يبقى كاذب مش حقيقي. كان حدثتكم مرة عن يعقوب لما كان بيقولوا له اخواته، إخوة يوسف بيقولوا ليعقوب، بيقول له ابنك وحش رديء قد افترس، فبيقول يوسف افترس افتراس، هو يوسف افترس؟ ها؟ فجاله هم، راحت عينه بسبب خبر كاذب. فيجي لنا هموم ربما من الناس أو من المشاكل أو من الأفكار، سموه الحديث القلب، القلب بتاعك يفكر ويقول شوية أفكار وأنت تصدق، لكن على أرض الواقع بقاش حقيقي. فده يسلب الفرح، حرامي فرح اسمه الهم. وغالبا كلنا اتسرقنا والهم ايه وصل لنا، يقول لك مش تعيرني ولا عيرك ايه، انتوا حافظين اهو المثل، الهم طايلني وطايله. احنا حدنا ما نقولش عندنا هم، نشكر الله، هنفهم في الاخر الموضوع. يقول الغم في قلب الرجل يحنيه. كلمة الغم معناها الهم برضه. الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرحه. لدرجة انه لما الواحد يوصل له هم، وبقول الهم مرات بيبقى خبر كاذب على ارض الواقع مش حقيقي. مرة يعني احنا بنصلي المزمور ده وما بيحصلش، يعني ما بقولش يعني داود بيقول لربنا الى متى يا رب تنساني، ده حقيقي؟ هو بيقول إلى متى يا رب تنساني؟ ده رد عليه سفر إشعياء: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن؟ هؤلاء ينسين أما أنا فلا أنسى. فبيقول له كده، بيعاتب ربنا، يقول له إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما؟ خلي بالك من كلمة أجعل هموما، يعني أنا دخلت شوية هموم لحياتي. إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟
كل دي اسمها أوهام أو هموم دخلها داود إلى قلبه وراح نطق وقال أنت نسيتني، لكنه كلام مش حقيقي. أرجوكوا لما الشيطان يوصل لك هم بكرة تعمل إيه، بعد ما تكبر تعمل إيه، لو عييت يحصل إيه، الكتاب المقدس بيرد علينا في هذا الأمر يقول في يوم الخير كن بخير. مش النهاردة رلاقي تاكل وتشرب وصحتك كويسة، في يوم الخير كن بخير، استمتع بهذا الخير. طب افرض جي علي شر، وفي يوم الشر اعتبر، خلي بالك فأنا بخير خلاص. لكن يا مناس أرجوكوا الله يشيل من دماغكوا ما يسمى الهم. ثانيا، اللي بياخد الفرح معطل الفرح الخطية. تزعلوش من اللي أنا بقوله، ممكن الواحد يعمل جرائم الدنيا وخطايا الدنيا ويدينا إحساس أنه أكتر واحد فرحان، ويفتخر قدام الناس يقول لا يفعلونها فقط بل يصرون بالذين يفعلون، مش بس بيعملها ده كمان مسرور باللي بيعملها ويشجع الناس. عندنا كارثة في مصر مش في اسكندرية بس، في جروب اسمه جروب المطلقات. تدخل واحدة في الجروب ده بعيد عنك تطلع ايه، هي كانت سليمة تطلق. جروب المطلقات تقول لها انت عايشة معاه ليه ومش عارف ايه، انت سيبك منه ده في بدل الراجل 10. نفسي يمسك الناس الادمن دول وابلغ عنهم، تهدوني انا دلوقتي على الهواء انا موجود. قال الناس بيشجعوا بعض على الغلط، مش بيعملوا غلط بيشجعوا، تقول لها انت قاعده معاه ليه سيبيه. حد في الجروب ده؟ يقول عن الخطاة أن لهم هتاف ولهم فرح، هم بيفرحوا ويهتفوا ويغيظوا بقية البشر. يقول أن هتاف الأشرار من قريب، يعني إيه؟ هو يهتف بس هتافه يقع، عارفين الصوت اللي شحر تلاقي بعد شوية الصوت اختفى. أن هتاف الأشرار من قريب يقعد فترة قليلة، وفرح الفاجر إلى لحظة. نعم الفاجر يفرح بخطيئته، نعم بس إلى لحظة، وفرح الفاجر إلى لحظة. فالخطية يا أحبة تشيل الفرح، معطل للفرح. يا بخت كل واحد، باجي أقول لكم كتير الكلمة دي، يا بخت كل واحد رافع راسه، يا بخت كل واحد عايش بقداسة، يا بخت كل واحدة محدش يقدر يتحداها، رفع راسها بعفتها وطهارتها وقداستها. لكن معطل الفرح، بتلاقي واحد في الكنيسه زعلان، انت زعلان ليه؟ وكلنا مبسوطين، انت ناقصك اكل ولا شرب ولا لبس؟ يقول لا، اما اللي انا مش مبسوط ليه؟ غالبا الغلط الخطا. عشان كده يقول الخطيه خاطئه جدا، وما هياش بتسيب الناس دي، تطرحهم، طرحت يعني حطتهم في الارض، طرحت كثيرين جرحة. ويقينا الشخص اللي بيعمل غلط عمره ما يفرح. أفكركم بقايين عشان نفهم الأمر. قايين بيقول، قايين لما عمل عملته وقتل أخوه، خلي بالك لما يجيلك مشاعر انتقام من فضلك ما تتصرفش أي حاجة، مش بتو انت قاعد كده تلاقي ايه ده، انا هكلمه، ده انا هبهدله، ده انا هضربه. في قصة غريبة في مصر، راجل لسه متجوز بيهزر مع مراته بالسكينة قال في بحري، وراح بهو بيهزر معها، راح السكينة جت على قلبها ماتت. فما تبقى غضبان ما تتصرفش حاجة. يقول إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، اقعد هادي، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. ايه ده؟ يعلمونا القديسين لما يجي لك اضطرابات ما تسيبش مكانك، اقعد اقعد. ساعات كده بعض الاخوات يحصل لهم، اقول ايه انتوا اللي تقولوا، تروح ماسكه العيال مضربهم في يا ست انت اهدي 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 اهدي. فقايين حصل له كده، حصل له غضب
والغضب قاده إلى الأكل، ولما قتل النتيجة إنه خاف، بقي مرعوب مش مبسوط، شايف شجر بيلعب بس هو مش مبسوط، شايف مية عمالة تجري والطبيعة بتخاطب الفرح وهو مش هنا. فبيقول لربنا، فقال قايل للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل. متقدرش تشيل الخطية يا عزيز، هو وحيد اللي يقدر يشيلها. يقول هو حمل خطايانا في جسده على الخشبة، متقدرش تشيلها أنت، تقل عليك. قال كده داود أما بطل يعترف قدام ربنا، يقول له كحمل ثقيل أنا مش قادر أشيله. فقال قايل للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل. عشان كده بنقول للناس ابو تعالوا اعترفوا، ده الاعتراف يشيل منك ايه؟ الحمل، الحمل الشديد اللي انت شايله لوحدك. يبقى تعال اعترف. يقول له: انك قد طردتني اليوم من وجه الارض، ومن وجهك اختفي، واكون تائها وهاربا في الارض، فيكون كل من وجدني يقتلني. يعني انا بيت خايف، اي حد بشوفه وما فيش حد، بس اي حد هيموتني. ما رأيكم ان ده اكتر حرامي للفرح؟ الخطية. بختك لو عايش في بر وقداسة، تعيش على طول مبسوط مبتسم. تالت حاجة معطل الفرح الناس، زعلوش مني اللي انا اقوله، ساعات في ناس كده صعبة شوية، غيارة نكدية، اما تشوفك فرحانة تروح منكده عليك. والمنكد العظيم في الدنيا هو إبليس. إبليس ما مش بحب إنك تبقى فرحان، ده حتى ما تفرح يقول لك إيه؟ ها؟ الله ما جعله خير. عندنا في مصر كده حاجة غريبة، أما يبقى فيه فرح وإنت مبسوط الناس يقول لك اللهم يا عم إيه اللي حصل؟ يقول لك ستحصل مصيبة. الناس مرات يعطلوا فرحنا ويسلبوه ياخدوه. إنت تبقى مبسوط ويجي حد اتصل بيك بتليفون، ومين اللي بعته؟ الشيطان بعته عشان يسرق الفرح. فالناس مرات ياخدوا مننا فرحنا، عشان كده يقول عنه بقى، ده انا عايز اعلمها لكم، بقولها للابهات اما بيجي اب يقول لي يا سيدنا انا عندي مشاكل كتير، اقول له كده الايه دي، اقول له الصديق لا يخشى من خبر سوء. الناس جايه تقول لك حاجه وحشه وتشيل فرحك، الصديق لا يخشى من خبر سوء. جالك خبر سوء؟ نعم، بس لا تخشى لانه ده في يد الله. السؤال اللي بنساله الرسول بولس هو مسجون، وانت بتساله كيف نفرح، ازاي واحد فرحان في السجن؟ هذا فقط اختبار مسيحي ملهوش دعوه بالوعظ. يعني لو انا قعدت اقول لك خليك فرحان هتقول لي انا مش فرحان اصلا. أقولك لو من أجل المسيح حصل لك حاجة هتبقى فرحان. أتكلم عن تجربة شخصية بس مش هقولها، أنتوا طبعا إيه منتظرين تسمعوها بس أنا مش هقولها. إيه؟ عشان تسمع اللي بعده. فبقول أي ظروف أنا مر بيها ازاي دي تبقى سبب فرح؟ الرسول بولس برضو اجاب، يعني هو بيقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا، راح بعديها بايه ولا حاجه قال تعملوا حاجه واحده، ما ودانا السر برضو افرح ازاي يعني. بيقول كده لا تهتموا بشيء، طب انا سمعت خبر وحش، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. بيقول لك خلي بالك لما تعوز انك تبقى فرحان على طول حاول تحول حياتك الى صلاة دائمة. سنة الناس يرجعوا يصلوا في كل وقت، مش عارف انتوا خدتوا صلوا كل حين دي؟ نفسنا الناس يصلوا كل وقت، تصلي وانت بتغسلي المواعين، وانت بتطبخي، وانت بتذاكري للعيال، وانت في مشوار، وانت رايحه للدكتور، كل حاجه كل حاجه صلاه، رفع القلب.
ودي سموها في الكنيسة الأنافورة، كلمة الأنافورة يعني رفع ذبيحة، رفع، فقلبك مرفوع. عشان كده ابونا بداية الأنافورة دي في التقسيم القداس ارفعوا، ارفعوا ايه؟ قلوبكم، ارفع قلبك، ارفع قلبك، ارفع قلبك. كل ما الواحد يصلي على طول يمتلكوا فرح. ليه بيقول كده؟ لما هتصلوا وتحطوا كل مشاكلكم، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم. يبقى قلبك اتحفظ. نسينا نلاقي ناس مصليين وقت طويل، يصلوا كتير، يصلوا مش كتير ككمية لكن على طول أوقات طويلة كمان، وكل شوية يصلي يحولها لصلاة مش دروشة. أنا في زمان اضطرابات وأنتم كذلك، نحن في زمان صعب جدا يحتاج. الناس كانت بتصلي زمان، أنا تيتا دي كانت تقعد تصلي كتير 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 تزهقك من الصلاة، لكن بقول إن إحنا ده مش محتاجين تيتا، ده 10 تيتات يصلوا عشان إحنا في زمن صعب. الناس دلوقتي اكتفت فقط ان تيجي الكنيسة تسمع عظة وبتدخل تتناول وبس. لا 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 لا، مش ده بس، انت محتاج تطبق الآية اللي بقول لك صلي كتير. ليه؟ عشان الفرح يملأ قلبك، السلام يملأ قلبك. الفرح ده بيسموه اختيار شخصي، يعني انت تختاره. هسألك سؤال، انت عايز فرح؟ بس في ناس يبقى بعيد عنكم عايزين بيد يعني يفضلوا حزانة، تلاقي ربنا بيعزيهم هم عايزين برضو يعيشوا في الحزن. وعلامة من علامات المسيحية، افهم بقوله ده، كتير من النقاد الفلاسفة اما تعاملوا مع شوية مسيحيين متعقدين شوية فشكوا في المسيحية، بعكس العصور الأولى لقوا الناس فرحانة ودي علامة كانت تميزهم. فبقول الفرح اختيار شخصي، انت عايزة تفرحي؟ تقول لي اه عايزة افرح، اقولك امشي بقى في سكة بتاعة الصلاة. في كاهن في رومانيا ايام الشيوعية قبضوا عليه، مش قبضوا عليه بس، نكاية فيه قبضوا على عيلته وسجنوا عياله وحطوهم في المعتقل وبقي حالته سودة جدا. وعد في المعتقل كتب كلام أنا بشارككم به، بيقولوا له يا أبانا كيف واجهت كل هذه المآسي الفظيعة؟ فأجاب الفرح هو شيء سهل جدا. خلي بالك ده معتقل وأسيس بيعذب عياله، وذلك ممكن أن نكون قد تممنا وصية واحدة على الأقل من الإنجيل، أنه مكتوب افرحوا في الرب كل حين. يعني بيقول أنا مفرح وأنا مسجون وعيالي مأزية، عياله بالجسد مأزية، أنا بطبق آية. طبعا المستوى عالي شوية صح؟ أعلى مننا شوية، بس هو بحاول النهاردة إيه نترفع شوية. افرحوا في الرب كل حين، والآن إذ فرحت مع كل إنسان يفرح سيكون عندك دائم الحافز لكي تفرح بوفرة. يعني لو انت حد فرحان وانت فرحت له، ودي مش موجودة عند الأخوات شوية، بتحكوا علي يقولوا أنا فرحان عشان جارتي مش عارف ربنا ادها فلوس وعيالها، ما بتطبقوش الآية دي أبدا صح؟ واحدة بتهز راسها، واحدة بس. تملي أنا أقول لهم في الوعظات، أقول لهم أصعب آية في الكتاب المقدس، أصعب آية استغرب لي أنا هقولها دلوقتي، أما يقول بكاء مع الباكين. طب ما احنا في العزاء كلنا نقعد نعيط، حتى الكاهن ساعات يعيط. يقول وفرحا مع، دي أصعب آية، ورهاني بتطبقيها ازاي ووريني بتطبقها ازاي. لما يجيب مكافأة لصاحبك في الشغل تفرح له، هو فرحان، فرحان انت ليه؟ مش عجب انا ما حدش اداني. فهمتوا ان دي أصعب آية؟ بيقول كمان الكاهن الروماني ده، يقول أنا أجلس في السجن وأفرح لأن هناك الكثيرين أحرار، أنا مسجون بس في ناس موجودين برا، لا أستطيع أن أتناول من جسد الرب ودمه، لكنني أفرح لكل إلائك الذين يستطيعون أن يتناولوا.
أنا مش بتناول، بس أنا مبسوط إن في ناس قادرة بره تتناول. حاجة عجيبة صحيح. لا أستطيع أن أذهب إلى الكنيسة، لكني أفرح بكل أولئك الذين يمكنهم الذهاب إلى الكنيسة. لا أستطيع قراءة الإنجيل، ما حدش جاب لي إنجيل أو أي كتاب روحي، لكنني أفرح لأولئك الذين يمكنهم ذلك. هذه رسالة كاهن من رومانيا كتب وهو مسجون. المفتاح بتاع الآية غريب شوية، بيقولوا انه في رسالة فيليبي جي حوالي 13 مرة سيرة الفرح والسرور، يعني الفرح قريب من كلمة السرور، لكن بيقول لك مفتاح رسالة فيليبي الآية اللي انا بقولها دي، افرحوا في الرب كل حين، بس الآية دي صعبة لكن ليها اصلا هي مفتاح. عارفين ايه؟ في الرب. مالش افرحوا عشان عندكم شوية فلوس، افرحوا فين؟ ان حنسينا، افرحوا فين؟ في الرب. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. عشان كده لما بنقعد نشرح ما هي امتيازات المسيح، ايه الامتيازات اللي انت خدتها انك مسيح؟ هل انت زي بقيه البشر؟ هل احنا عندنا شويه نرجسيه وعايزين نقول للناس ان احنا احسن منكم، ولا خدنا عطايا وامتيازات؟ لو مش حاسين بالامتيازات خلاص ما عندناش فرح، نفرح بايه؟ احنا خدنا ايه؟ يا بخت كل شخص حاسس انه ابن ربنا. بيقول لي ولد كنت بخدمه قبل ما اجيلكوا عطاني نص ساعة، كلمني في التليفون من ولادي يعني، بيقول لي يا سيدنا انا فرحان جدا. قلت له ليه؟ قال لي هو اصلا خلفيته من الصعيد، فقال لي ابن العمدة كان ليه شنة ورنة واحنا اطفال صغيرين، انا مش ابن عمدة، أنا ابن ملك الملوك ورب الأرباب. قال إحنا عندنا الإحساس ده إن ليا أب بنقول له كده يا بابا متى صليتم قولوا أبانا، ده أبويا. أنت فرحان بالامتيازات التي صارت للمسيح ولا لأ؟ ولا ما عندكش امتيازات؟ أنت عارف بصص على إيه؟ بصص على شوية حاجات في الأرض وعن قريب سنترك. عشان كده الرسول بولس في مره من المرات يقول لي اه لو عرفته، عرفنا ايه؟ حتك تقعد فرحان جامد جدا جدا، لو عرفت الطول والعرض العمق والعلو، لو عرفت الحاجات دي وتعرفوا محبه المسيح الفائقه المعرفه، يا بختك لو عرفت. لكن للاسف ربما نعيش بخلفيه ناموسيه يهوديه لكن ليست خلفيه مسيحيه، وده كان بيخلي القديسين والشهداء فرحانين بسبب الميراث الابدي، يستقبلوا الاستشهاد وهم فرحانين، والله يسكب عليهم بفرح لانهم خدوا من امتيازات العهد الجديد. انا عشان احكم عليك انك فرحانه او فرحان هشوف ثلاث حاجات. اول حاجه هشوف عندك تسليم، تعرف تسلم مش تسلم جوابات، لا تسلم حياتك، تعرف تسلم حياتك، تقول له انا بسلمها لك، تعمل فيها اللي انت عايزه وانا هبقى فرحان. انا سلمت لك حياتي، كل حياتي دي ملكك، مش انت ملك؟ طب ملك على ايه؟ على الارض. المسيح مش جاي يقول كده. اما قال له بيلاطس انت ملك؟ قال له انت مش فاهم ما معناه بيلاطس ده، مش فاهم حاجه. قال له انت تقول لكن مملكتي ايه؟ ليست من هذا العالم. فاذا كان الله ملك فلي ناس، فنقول له احنا سلمنا لك حياتنا، سلمنا لك عيالنا. لما اولادكم بيكبروا ويسافروا بره مصر مين يقعد معاهم وانتوا سايبينهم؟ مين يهتم بيهم؟ مين يرعاهم؟ لكن الشطارة الأم والأب بيقولوا إيه؟ يا رب إحنا سلمنا لك إيه؟ العيال سلمناهم لك. في علامة للفرح إنك بتعرف تسلم، فما تعرف تسلم تيجي أي حاجة خلاص أنا سلمت. وكأنه أحب امتياز من امتيازات العهد الجديد إن نتكل على الرب بكل القلب، هو يشيل الشيلة، نعمل اللي علينا أيوة نعم، لكن في ذات الوقت نتعلم نتكل عليه.
علامات الفرح بقول التسليم. واللي حد منكم مش مسلم حياته هو الخسران. انت بتدور حياتك زي ما انت عايز. كان بودي اكلمكم عن نص ساعه، الولد كان مفرح قلبي وانا جاي، وانا اخرت عليكم شويه بس انا كنت حابب اسمع اللي بيقول. تاني حاجه علامات الفرح، تحمل الابتسامه لغير المؤمنين. انتوا عندكم اكتئاب شكلكم كده، وشوشكم في اكتئاب ولا مفيش؟ مفيش. انت ما عندكيش اكتئاب. طب ابتسمي، مبتسمه الحمد لله. يقولون ان الابتسامه هي اقصر مسافه بين شخص واخر حتى لو لم يعرف اللغه. دي اقصر مسافه. انت ممكن تقول لواحد اهلا وسهلا بس ما ابتسمت، عملت قبول. فلابد المسيحي يميز. ما انا بشوفكم الصبح وانا رايح قداس، ما انا بشوف بالذات الاخوات عشان ما فيش، فانا شايفهم الصبح مبوزين. ايه ده؟ فالابتسامه ده اكبر دليل. يقول والقلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. حكيم بيقول كده، القلب الفرحان يخلي فيه ابتسامه. ولو تعاملنا مع بعض في البيوت بلاش التبويزه دي. الاخوات اسمعوني اللي انا بقول، بلاش جوزك يبقى جاي بيبتسم وانت وانت ايه. يبقى الشخص بيقدم سلام المسيح، بيقدم فرح زي ما قال الروح القدس. ثمار الروح القدس محبه ايه؟ فرح. بقدمها الدليل بالابتسامه. دي علامه من علامات الفرح. اخيرا، ازاي اعرف انك فرحان؟ انك مهتم بالاخرين. ازاي اعرف انك فرحان؟ مهتم بالاخرين، واهتمامك بالاخرين يخرجك خارج ذاتك ويجعلك سعيد مغبوط. مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. اما بلاقيك بتدي ولاقيك بتساعد، ده اكبر دليل انك فرحان. وكل شخص جرب، عندنا بعض الشباب ساعات يهجر الكنيسه، فناخدهم في قافله ونوديهم مكان فقير، عارفين يرجعوا في منتهى السعاده. يا اخي ولا حضر مدارس احد، ولا حد اداله كلمه، ولا حضر اي حاجه، هو حضر يخدم فقط اخرين. خرج خارج ذاته، وفي ذات اللحظه حصل له الغبطه، بقي فرحان ومسرور. اول ما تخرج من نفسك، تخرج من نفسك وتهتم بالاخرين في الوقت دي، علامه. اما الاقيك انانيه وبلاقيك اناني مش عايز تساعد حد، انت بعيد عن الفرح. يا بخت كل شخص عاش لاجل اسعاد الاخرين. انا مش قادر اكمل معاكم عشان عندي سيدنا البابا جاي المرقصيه ولازم اكون في استقباله، فخلاص كده انا عايزكم تبقوا مبتسمين فرحانين. ولربنا المجد في كنيسته، آمين.